المدرسية بإحدى المدارس في بني مزار. نتابع التقرير ثم نتواصل في هذا اللقاء من المرآة. تحت رعاية الإدارة التعليمية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، تم افتتاح معرض الأنشطة بمدرسة بني مزار الرسمية للغات. حضر الافتتاح قيادات الإدارة التعليمية بالمركز. في بداية الحفل أكد مدير المدرسة على إنجازات المدرسة وأهمها بداية تفعيل التعليم الإلكتروني في أول مدرسة على مستوى الجمهورية. ثم بعد ذلك قام مدير الإدارة والسادة الحضور بافتتاح المعرض الذي احتوى على مجموعة من أعمال الطلاب وإنجازاتهم، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة من تربية فنية واقتصاد منزلي وغيرها. وقام الطلاب بشرح الوسائل المعروضة بلغات مختلفة. وفي نهاية العرض أبدى السادة الحضور إعجابهم بالعمل والنظام داخل المدرسة. احنا عندنا معرض أنشطة خاصة بأنشطة الطلاب، منها أنشطة المواد اللي هي اللاصفية اللي الأولاد عملوها داخل الفصول، أنشطة لغة إنجليزية، لغة عربية، دراسات جميع المواد والعلوم طبعا والرياضيات، بالإضافة إلى أنشطة التربية الفنية والاقتصاد منزلي وجميع الأنشطة والتربية الموسيقية والتربية الفنية، جميع ممثل هنا. وأهم ما يميز المعرض هذا العام أنه جميع الأعمال الموجودة هي شغل كامل من أعمال الطلاب ومن إعادة استخدام خامات البيئة. عايزينك حضرتك تكلمنا عن تشجيع الطلاب لإخراج هذه المواد. الطالب بيحب النشاط، والطلبة أنا لاحظت الفترة الأخيرة ما فيش نسبة غياب خالص، الطلبة بيحبوا الأنشطة، فهو عنده حاجة فهو قبل ما ينام بيفكر أنا رايح أنا مقدر، فبيحس أنه موجود، فطالما هو موجود وطالما إحنا بنقدره وبنقوله شكرا على عملك وبيشارك بيده، فبيحس أنه إنسان ليه أهمية، فأكيد ما بيغيبش. الحمد لله المعرض المتميز فيه أنه هو كله بإيدين الطلاب، دي أنشطة خلال كله احنا بيتم تجميعها وتنسيقها في المعرض بمشاركة الزملاء معايا في المدرسة ومشاركة الطلبة اللي اقاموا المعرض ده بنفسهم، والحمد لله القى يعني قبول من الضيوف، وكان الحمد لله يعني. كلميني عن الطلاب اللي هم عندهم هوايات. يعني في طلبة كتير في جميع في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الاعدادية عندهم حاجات مختلفة، يعني في الأشغال الفنية، في الساينس، في الإنجليش، في الاقتصاد المنزلي، وعشان كده كان المعرض لأنه متنوع بجميع مواهب التلاميذ. معرض الاقتصاد المنزلي هو معرض شامل لكل أنشطة، في طبعا جزء خاص بالاقتصاد المنزلي. المميز المعرض إن كل شغل الطالبات هنا. انا لما جيت هنا السنه دي في شهر 10 اللي فات انا كنت متخوفة ان يكون البنات ما عندهمش إن مدرسة تجريبية متميزة او لغات متميزة، ان ما يكونش حب النشاط، فاتفاجئت ان هم فرحانين جدا جدا بيه، وان عندهم مهارات كتيره جدا وعندهم مواهب في منتهى. احنا استغلنا المواهب ديت وقدرنا ان احنا نوظفها بحيث ان احنا طلعنا انتاج المعرض ده. بتنموها ازاي المواهب؟ بنشوف بنكتشف كل طالبه مميزه بايه، يعني بالنسبه لنا مثلا في الاقتصاد في تطريز، في شغل ابره، في عندنا شغل كروشيه، في تريكو، في انواع كتير من الاشغال، في اكسسوارات، فبنشوف كل طالبه الحاجه اللي هي بتميل ليها نبدا ننمي عندها الموهبه ديت. أعزائي المشاهدين، معنا خبر من الأخبار المثيرة والهامة في هذا اللقاء من المرآة، والخبر بيقول: